بسم الله والابن روح القدس الواحد امين اهلا بيكم في حلقه جديده في الصوم في حياه شخصيات كتابيه بنعمه ربنا النهارده ناخد الصوم في حياه دانيال النبي والصوم هنا مرتبط بالاستناره ودي طبعا دي نعمه وعطيه كبيره جدا من ربنا لاولاده كلنا عارفين قصه دانيال لما كان في السابي هو والثلاثه سفتي القديسين وبعد كده الملك طلب انه يجوا شباب كتير يعلمهم ويدربهم عشان يقدروا يقفوا قصاده وبعد كده لما جه رئيس الخصيان يطلب من دانيال ان هو ياكل اكل كويس والثلاث فتيه زي بقيه الناس الكتاب بيقول تعبير جميل قوي يا ريت نحفظه كويس في دانيال 1 8 اما دانيال فوضع في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه وضع في قلبه انه لا يتنجس من اطايب الملك ولا من خمر مشروبه ولما الرجل قلق آه يعني في الموضوع ده فقالوا طب الدين 10 ايام جربنا وفعلا جربهم عشرة ايام لقاهم في وضع احسن بكتير قوي واسمن لحما من بقيه الشباب. لكن هنا يعني احب اربط بين ايتين في نفس الاصحاح جمال قوي، يعني اذا كان الكتاب بيقول فايه 8 اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس من اطايب الملك ولا خمر مشروبه، فايه 17 في نفس الاصحاح بيقول اما هؤلاء الفتيان الاربعه فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام يعني هم حطوا في قلبهم ما يتنجسوش بقى طيب الملك ولو خمر مشروبه والعطية الإلهية على طول المجانية من ربنا لأولاده أنه اداهم حكمة ومعرفة ونعمة واستنارة وخلى اداهم نعمة قدام عيون كل الناس خلى وضعهم أحسن بكتير من الناس حواليهم وعشان كده لقينا بعد كده بقى دانيال هو اللي قدر يفسر كل الاحلام اللي حلم بيها نبوخذ نصر والملوك اللي جت بعد كده وكان مميز قوي دانيال في موضوع الرؤى والاحلام والاستناره ومن ضمن الحاجات الاساسيه اللي كان بيعيشها دانيال هو موضوع الصوم عشان كده في دانيال 10 بيقول في تلك الايام انا دانيال كنت نائحا منذ ثلاثه ثلاثه اسابيع ايام لم اكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن, أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع أيام وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول سكنت على جبل جانب النهر العظيم هو دجلة رفعت ونظرت فإذا رجل لابس كتانا وحقواه تقان بذهب أوفاز وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي النار ده كان ملاك الرب اللي بيكلم دانيال فكل العطايا الإلهية دي كانت من اساسيات حياه دانيال موضوع الصوم عشان كده ربنا اداله نعمه الرؤى والاحلام والاستناره ودانيال من اشهر الناس اللي اتنبأوا عن مجيء المسيح للمجد اتنبأ بالظبط عن التوقيت وقال انه يعني 62 اسبوع وبعدين سبعه اسابيع وما كان حسبوا التوقيتات اللي هو قالها دي لقوها فعلا بالظبط وقت الصليب ربنا يسوع المسيح لكل المجد فدانيال كان ربنا مديله نعمة كبيرة لكن برضو بنشوف في حال دانيال موضوع الصوم ده أساسي جدا لدرجة أنه هو ما كان في السابي وفي بلد غريبة كان مصمم أنه هو ما ياخدش أي حاجة هو مش, مش طبيعي أن ياخدها من خلال العقيدة بتاعته من خلال الإيمان بتاعه وأحب دايما أربط بين الآيتين دول في صح واحد آية 8 وآية 17 جعل في قلبه أنه لا يتنجس من أطايب الملك والخمر مشروبه أما الله فأعطاه معرفة وعقلا وحكمة وكان فهيما بكل الرؤى والأحلام فهنا واضح الارتباط بين الحاجتين ارتباط بين الصوم وارتباط بين العطايا الإلهية الحكمة الاستنارة المعرفة الإلهية اللي ربنا بيديها أولاده ربنا يدينا كلنا نعمة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين